أهلا بكم. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها سجلت أكثر من 100 حالة وفاة جراء مرض الكوليرا المتفشي في اليمن منذ أكتوبر من العام الماضي. وقال فرع المنظمة في اليمن إنه سجل 103 حالات وفاة، فيما وصلت حالات الاشتباه بالإصابة إلى أكثر من 21,700 حالة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث سنتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف تتعامل المنظمات الدولية والجهات الحكومية مع إشكالية تفشي الكوليرا في اليمن؟ وما مدى فاعلية الإجراءات التي تتخذ للتقليص من مساحة انتشاره؟ مر أكثر من عامين في زمن الحرب وما يزال الوضع الصحي في تدهور مستمر، فلم تكن نتائج المواجهة العسكرية وحدها من تحصد أرواح المئات، بل كانت الأمراض والأوبئة شريكا آخر في حصد تلك الأرواح ليسجل وباء الكوليرا أكثر تلك الأرقام ارتفاعا. وأمام انهيار وتدمير البنية الصحية وإغلاق شبه تام للكثير من المستشفيات والمراكز في مختلف المحافظات خصوصا في محافظة تعز، لا يزال المواطنون في المدينة والريف يقاسون تبعات انتشار هذا الوباء يوما بعد آخر. نتابع مشاهدينا هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش مع ضيوفنا. يوما بعد يوم يتكرس وضع تعز كأكثر المناطق تأثرا بالحرب الدائرة منذ أكثر من عامين، فالأزمة الإنسانية والإغاثية تزداد تدهورا ويتدهور معها النظام الصحي على نحو يعرض الملايين من سكان المحافظة إلى مخاطر صحية وخيمة، حقيقة أقرت بها منظمة الصحة العالمية التي تمكنت من إيصال شحنة أدوية تقدر بنحو 8 أطنان، وهي من الحالات النادرة التي تتلقى فيها تعز مساعدات بهذا الحجم من وكالة تابعة للأمم المتحدة. الشحنة تحتوي على أدوية طوارئ ومستلزمات علاج الإصابات وأدوية علاج الالتهاب الرئوي وأنواع مختلفة من المحاليل الوريدية. المنظمة الدولية وفي بيان لها نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أضاءت على الوضع الصحي المتردي في تعز وبقية محافظات البلاد، وأكدت أن النظام الصحي أحد ضحايا ما تسميه المنظمة الصراع الدائر المستمر، والذي تسبب أيضا في مغادرة العديد من الكوادر الطبية عالية التخصص. أكثر التهديدات المحتقة وفقا للمنظمة في هذه المرحلة إمكانية تفاقم وباء الكوليرا، خصوصا وأنه قد تم تسجيل أكثر من 21,700 حالة اشتباه بالإصابة بهذا الوباء منذ أكتوبر الماضي، وتسجيل 103 حالات وفاة جراء الإصابة به. وتتسق تحذيرات منظمة الصحة العالمية مع تحذيرات أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من تعرض نحو 1,000,000 طفل في كل من نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن لخطر الموت جراء الكوليرا. شحنة الأدوية المقدمة من الصحة العالمية على أهميتها لا تزال أدنى بكثير من احتياجات محافظة تعز التي لا يزال الحصار يهددها بالمزيد من المعاناة على الصعيدين الصحي والإغاثي. ينضم لنا الآن مشاهدينا الكرام من صنعاء دكتور عمر صالح، منسق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية. أهلا بك دكتور. دكتور عمر، أعلنتم عن إحصائية جديدة لارتفاع معدلات الوفاة والإصابة بوباء الكوليرا، هل حدثتنا عن تفاصيل هذه الإحصاءات؟ الحقيقة زي ما حضرتك ذكر في التقرير، الوضع الصحي في اليمن بيتدهور، وبيتدهور بمعدل بينذر بالخطر. وباء الكوليرا دلوقتي تحت السيطرة، ولكن لا تزال تظهر بعض الحالات في بعض الأماكن، حالات قليلة جدا. منظمة الصحة العالمية من البداية بتنسيق كامل مع وزارة الصحة، حصل توعية شاملة للناس، بقت أدوية، أنشئ 26 مركز لعلاج الإسهالات في جميع المحافظات المتأثرة. والمفروض ان احنا متوقعين انه لو استمر الوضع في التدهور بهذا الشكل انه في خلال الصيف الجاي هيكون في تاني وباء كوليرا. الجهود لازم تتضافر علشان نقدر نمنع حدوث هذا الوباء. طيب دكتور، تحدثتم ايضا عن وصول شحنة جديدة من الأدوية الى محافظة تعز، هل هذه الأدوية ستغطي الاحتياجات المجتمعية في الريف والمدينة؟ لا، الحقيقة هي خطوة قوية جدا وبداية قوية، إن شاء الله يتبعها مزيد من الدعم إلى إخواننا في تعز.
كان في تنسيق على مستوى عالي جدا من اول ستيف اوبراين بابوس الوكيل الامم المتحده والقيادات السياسيه على جميع المستويات، وتعاون مع منظمه الاوتشا في ان احنا نقدر نوصل المساعدات الى اخواننا في تعز. هل المساعدات دي كفايه؟ لا مش كفايه، لكن بدايه نبني عليها ان شاء الله ويوصل اكثر ان شاء الله. طيب بالنسبه لخارطه الجمهوريه اليمنيه، اين هي المراكز التي تشهد احتياج اكبر للمساعدات؟ اين تتركز حالات تفشي الكوليرا بحسب احصاءاتكم؟ احنا في كذا منطقه، في عندنا بعض المديريات، في عندنا في حجه، في تعز، في الحديده، لكن مديريات بسيطه جدا، 6 مديريات تقريبا. طيب حجم الاحتياج متساوي في هذه المناطق او المديريات؟ لا بيختلف، لكن الحقيقة أن الحمد لله بالتنسيق تاني مع وزارة الصحة في فرق الاستجابة السريعة من أول ما ابتدى الوباء في شهر 10، وزارة الصحة في اليمن حطت الإسهال المائي على قائمة الأولويات. يعني أول ما بناخد خبر أنه في حالة إسهال مائي في مكان بيتوجه فريق استجابة سريعة لهذا المكان، أخذ عينات ولمعالجة الحالة ولمباشرتها. والحقيقة الحمد لله مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وحتى في اليونيسف، يعني الاستجابة اللي حصلت للوباء احنا كنا متوقعين ارقام اكبر من كده بكتير، لكن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وقدرنا بهذه الخطوات الإيجابية السريعة والمقاربة الشفافة اللي خدتها وزارة الصحة ان احنا نسيطر على الوباء. طيب أستاذ عمر، يعني أين هي مناطق التنسيق بينكم وبين وزارة الصحة في اليمن؟ التنسيق بيحصل على جميع المستويات، على المستوى القيادات السياسية وعلى مستوى وكلاء الوزارة وعلى مستوى المحافظات وأحيانا على مستوى المديريات كمان. تنسيق كامل. أتحدث يعني هذا التنسيق في المناطق التي ذكرتها، في حجة، في تعز، في الحديدة، في كل الأماكن. جميل. طيب إذا ما تحدثنا أيضا عن تأخر وصول الشحنات الطبية إلى المناطق التي تشهد نوع من الحصار، تشهد مواجهات عسكرية، برأيك ما هي الأسباب التي أدت لتأخر دخول هذه الشحنات؟ أسباب كثيرة جدا. هو الـ 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 اليمن عموما وإحنا بنواجه مشكلة في حاجة اسمها الدعم، إنه يحصل دعم مادي للعمليات الإنسانية في اليمن. السنة اللي فاتت احنا الدعم اللي طلبناه وسخدنا تقريبا اقل من نصه، فاحنا بنحاول ان احنا نظهر ده ونقول للعالم انه محتاجين كل الدعم الممكن عشان نقدر نوصل للاماكن دي. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا سيد عمر. ينضم لنا الان مشاهدينا الكرام من تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي، مدير مكتب الصحة في المحافظة. اهلا بك دكتور. مرحبا بك وبالسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. دكتور عبد الرحيم، من الواضح أنها حرب عنيفة تشهدها محافظة تعز في الريف، كذلك في المدينة. هذا الأمر يعني شهد أيضا بموازاته تدهور صحي أصاب كل مناحي الحياة في تعز. ربما الوضع الصحي كان أبرز نواحي التدهور في المدينة بشكل عام وفي الريف. مكتب الصحة بالمحافظة كيف يتعامل مع هذا الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما أشرت أخي الكريم، هذه الحرب أتت على كل مناحي الحياة داخل مدينة تعز، وهي تحاصر منذ ما يقرب من أكثر من عامين. أكثر القطاعات المتأثرة والتي وصلت في أوقات معينة وأوقات عديدة ومحطات كثيرة إلى حافة الانهيار أو إلى حالة الانهيار هو قطاع الصحة وقطاع التغذية. الآن هناك جوع يداهم العديد من الأطفال والأسر، هناك أدوية منعدمة في السوق المحلية، منعدمة في المستشفيات، الكثير من الأقسام الجراحية في بعض المستشفيات التي لا زالت تعمل بطريقة جزئية تماماً. من 46 مستشفى داخل المدينة، أنا أقول داخل المدينة،
أو حواليها. هناك بعض المستشفيات تكاد تكون بعدد أصابع اليد لا زالت تعمل ولكن بشكل جزئي، وهذا كله يعود إلى العديد من العوامل، لكن أولها وأبرزها هو طبعا الحصار الذي يضرب على هذه المدينة من قبل الميليشيات الانقلابية منذ ما أكثر من عامين، وكذلك القصف المستمر العشوائي والممنهج على الأحياء السكنية، مما أدى إلى نزوح الأطقم الطبية. هناك كوادر طبية متخصصة تركت المدينة للعديد من الأسباب، أولها طبعا انعدام الأمن واستهداف الأطقم الطبية سواء في الشوارع أثناء مرورها لإسعاف الجرحى أو داخل المؤسسات الصحية نفسها. فإذا المستشفيات التي تعمل الآن تفتقر إلى الكوادر الصحية المتخصصة، ويكفي أن نعرف أن تعز اليوم يوجد بها فقط أخصائيين واثنين فقط من أخصائيي جراحة الأوعية الدموية، وكذلك بعض التخصصات التي ممكن أن تنعدم. المدينة تعيش في حالة من الكفاح في سبيل تقديم خدمة جراحية وطبية إلى الأهالي وإلى الجرحى، بالإضافة إلى ما تعانيه من غياب يعني شبه كامل نقول لبعض المنظمات الدولية والجمعيات والمنظمات المحلية. هناك زخات أو نقول مسكنات أو ما نسميها موسمية من الأدوية تصل إلى المدينة، وعندما تصل تكون الحاجة قد صارت أكبر مما تصل هذه الشحنة أو تلك من جهة أو من منظمة أو من جهة ما أو من دولة ما. إذا المدينة تحتاج إلى زيادة عدد الأطقم الطبية العاملة في الأقسام الجراحية، بحاجة إلى مستلزمات جراحية، إلى أدوية، وخاصة تلك الأدوية المتعلقة بجروح الحرب والتي يعرفها الزميلين في على الطرف الآخر، والتي هي المضادات الحيوية والمستلزمات الجراحية والخيوط، بالإضافة إلى الأهم من ذلك كما قلت الكوادر الطبية التي هجرت المدينة إلى خارجها بحثا عن لقمة العيش. اليوم 5 أشهر مضت، الرواتب منقطعة تماما، ناهيك عن العوامل الأخرى التي تحدثت عنها من الأدوية والمستلزمات الطبية والحصار المطبق والأمن المنعدم جراء القصف العشوائي والمنهج على الأحياء السكنية. طيب دكتور عبد الرحيم، يعني الآن كان معنا الدكتور عمر صالح منسق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، يتحدث على أن هناك بالنسبة لمرض الكوليرا وتفشي الحالات، هناك في محافظة تعز حالات كثيرة لهذا المرض وتفشي له في محافظة تعز. أنتم في مكتب الصحة، هل لديكم إحصاءات واضحة حول مناطق التفشي الحالات، التي أسماء الحالات أو الأشخاص التي أصيبت بها؟ هل هناك معلومات كافية بالنسبة لكم أو لديكم لأن تكون جاهزة لاستيعاب أي مساعدات قادمة بهذا الخصوص؟ طبعا المعلومات يجب أن تأتي من عمل على الميدان، وهناك أيضا استقصاءات. هذه الاستقصاءات المخبرية كانت منعدمة عن تعز تماما إلى ما قبل شهرين، أي بعد تفشي مرض الكوليرا بأشهر، وبالتالي فإن الحالات التي توفت ما قبل وصول المحاليل الاستقصائية إلى المختبر المركزي في تعز كانت حالات تتوفى نتيجة ما نسميه أو بالمصطلح الطبي اللي هو الإسهال المائي الحاد. الإسهال المائي الحاد عدد الحالات وصلت إلى عشرات الآلاف، لكن ما توفي من هذه الحالات قبل وصول المحاليل للاستقصاء وتأكيد حصول كوليرا لهؤلاء المتوفين طبعا لا يمكن لأحد أن يتأكد منها. لكن بعد حصولنا على بعض المحاليل من المختبر المركزي في عدن ووصوله إلى فرع المختبر المركزي في تعز، تم الاستقصاء وفحص الحالات، ووصل عدد الحالات التي تم الاستقصاء والتأكد منها إلى 12 حالة في الشهر الماضي. إذن لو قسنا على هذا المنوال منذ تفشي الإسهال المائي الحاد في المدينة، كان يمكن أن يضاف إلى هذه الحالات مئات الحالات من أو عشرات الحالات من مرض الكوليرا.
هذه هي العوامل التي حالت دون إيجاد دون تسجيل معلومات دقيقة. عدم وجود الوسائل الاستقصائية لتأكيد أسباب الوفاة لا. من بين الحالات التي تصل إلى المستشفيات كحالات إسهال مائي حاد هو عدم توفر هذه الإمكانيات. الآن هذه الإمكانيات وصلت كما قلت، تم الاستقصاء والتأكد من 12 حالة مصابة، ومؤخرا التقيت قبل أيام بمدير فرع المختبر المركزي في تعز، قال لي بأن هذه الحالات يمكن قد ارتفعت لأنه لم توجد الإحصاء كانت لديه في تلك اللحظة، قال يمكن أن هذه الحالات قد وصلت إلى ما يقرب من 18 حالة. إذن المدينة تعيش حالة من انعدام الاستقصاءات المخبرية وانعدام المعالجة. فإذا المعلومات يجب أن تكون دقيقة حتى نكون دقيقين وتعمل المنظمات على ضوء هذا. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور عبد الرحيم. أعود إلى دكتور عمر الصالح منسق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية. دكتور عمر، هل هناك تنسيق مع الأطراف على الأرض لضمان وصول الشحنات بشكل آمن، شحنات الأدوية أتحدث، خصوصا أن هناك كمية كبيرة من المواطنين التي تحتاج لهذه الأدوية؟ تمام يا فندم. حتى مع الدكتور عبد الرحيم شخصيا كان في الأسبوع اللي فات في كمان قافلة مساعدات وكان بالتنسيق معه، وده مش في تعز بس، ده في كل الأماكن لازم يكون تنسيق مع المدراء الصحة اللي موجودين في المحافظة، لأن هم دول أكتر ناس عارفين إيه الاحتياج بيبقى فين، ويقدروا يعملوا مونيتورينج، يعني يقدروا يتأكدوا من إن العلاجات وصلت وإنه بيحصل استخدام جيد ليه. طيب الآن الشحنات وصلت إلى حد ما إلى تعز، لكن هل هناك شحنات طبية ستصل من جديد إلى تعز؟ هل من توقعات لوصول شحنات أخرى للمناطق التي لديها احتياجات بطبيعة الحال؟ مش كمان مش تعز بس، تعز وغيرها. احنا في خطة الاستجابة السريعة للطوارئ، لكن زي ما حضرتك عارف او زي ما انا قلت لك كمان قبل كده انه مش كل، يعني ما كل ما يتمنى المرء يدركه، بنبقى بنطلب الأدوية، بنطلب الدعم السريع. احيانا الأشياء الأدوية ما بتوصلناش في وقتها، الدول المنحة ما بتدفعش دعم كويس، عشان كده احنا عايزين دايما نخلي اليمن موجودة على الخريطة، انه في احتياج حقيقي على الأرض، الناس محتاجة فعلا دعم، وانه زي ما قلت السنة اللي فاتت في 2016 اقل من النص الحاجات اللي احنا طلبناها جت. طيب دكتور عبر أي، يعني كيف تصلكم هذه الشحنات عادة؟ ما أسباب التأخير؟ أسباب كثيرة جدا، أسباب لوجستية وأسباب أمنية وأسباب مادية وأسباب كثيرة جدا. طيب بالنسبة كسؤال أخير، كيف تتعامل المنظمة مع باقي الأوبئة المنتشرة الأخرى؟ هل هناك يعني مدى لقياس نجاعة الخطوات التي تقومون فيها بما يخص العمل الصحي؟ الحمد لله اليمن من الدول الرائدة في مجال السيرفيلنس أو الاستقصاء الصحي، وتم توسيع النظام الاستباقية الصحية والاستقصاء الصحي في اليمن من حوالي 400 نقطة تبليغ، احنا دلوقتي قربنا على 2000. في لستة أمراض كنت تحت البحث، انه كل أسبوع لازم يجي لنا منها تقرير هل في شيء موجود او لا. ده على جزء ان احنا نكتشف هذه الامراض. اللي قبل كده انه في خطه لمحاوله ان احنا نكافحها، ان احنا ما نخليهاش تحصل. الوقايه خير من العلاج، دي كمان خطه موجوده، واذا حصلت يبقى في خطه ثالثه للريسبونس، للرد السريع. اذا اشكرك دكتور عمر صالح منسق الطوارئ في منظمه الصحه العالميه، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. وقبل العودة إلى الدكتور عبد الرحيم السامعي، ينضم إلينا مشاهدينا الكرام الآن من القاهرة وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي. أهلا بك دكتور علي. أهلا وسهلا فيكم دكتور علي. بداية، هناك يعني إحصاءات بشكل شبه دوري من منظمات محلية وكذلك دولية تعكس واقع تردي الوضع الصحي في
البلاد انتشار الكثير من الأوبئة على وجه الخصوص الكوليرا. وزارة الصحة كيف تتعامل مع هذه الإحصاءات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الأخوان في قناة بلقيس على هذه الحلقة الذي يتبنوها، وأشكر ضيوفكم الكرام الدكتور عمر صالح والدكتور عبد الرحيم. حقيقة نحن في وزارة الصحة العامة والسكان عندما بدأ انتشار مرض وباء الكوليرا في بداية أكتوبر قمنا بإنشاء غرفة عمليات مركزية من العاصمة عدن، وإنشأنا غرفة عمليات في كل محافظة من ضمن المحافظات لل 15 محافظة، أخيرا انضمت ال 15 الأخيرة لمحافظة الجوف. فتحنا مراكز لاستقبال الحالات في كل محافظة، مثلا في العاصمة عدن 4 مراكز، وفي صنعاء، في تعز، في الحديدة، جميعها بالتعاون وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وأيضا مع اليونيسف. وزعنا الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع المراكز الصحية، قمنا بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية بتدريب الكادر في هذه المراكز للاستجابة السريعة، أيضا إلى 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 التعامل مع الحالة لعدد من الأطباء والممرضين. هذه كل الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مواجهة وباء الكوليرا. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور علي. أعود إلى دكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة في محافظة تعز. دكتور عبد الرحيم، لعلك سمعت يعني ما تحدث به دكتور عمر حول يعني أن الأدوية التي وصلت هم يعلمون أنها ليست كافية، وهناك توقعات أو أماني بوصول المزيد من الشحنات. هل لديكم إحصاءات حول الكمية التي تحتاجها بالضبط محافظة تعز في الجانب الصحي سواء في الكوليرا أو في جوانب أخرى؟ بالطبع هو في مثل هذه الظروف هناك صعوبة شديدة جدا أن تعطي إحصائية بعدد السكان المحتاجين، لكن ما هو متوقع في الأيام القادمة بالنسبة لي الأمراض التي ستبدأ بالتفشي. دخلنا على شهر مارس ومن بعد ذلك شهر أبريل، ثم بداية دخول ارتفاع درجة الحرارة، نحن نتوقع جائحات جديدة أن تدخل على المدينة، وهذا يكاد يكون بشكل سنوي. نحن في انتظار وإن شاء الله الله يحدث ذلك، نحن في انتظار حمى الضنك وحمى الملاريا. إذا ما انتهينا من الكوليرا فهناك جائحات أخرى، فإذا المدينة يعني هذه موجودة الآن أم أن هناك تخوف أن يكون هناك احتياج؟ لا، ليس تخوف، هذا توقع، لأنها موسمية هذه الأشياء. هذه الأمراض والجائحات نسميها جائحات وبائية، الأخوة يعلمون هذا المصطلح الطبي. هناك جائحات وبائية تجتاح المدن وتجتاح الدول في مواسم معينة. فإذا ما انتهينا من الكوليرا هناك السكان في انتظار الملاريا وحمى الضنك وجائحات صيفية وربيعية أخرى. فإذا كلما وصلت شحنة كما قلت تكون الحاجة قد تجاوزت هذه الشحنة. يعني على سبيل المثال نحن تلقينا في الشهر الماضي شحنتين من منظمة الصحة العالمية، وأمس تلقينا شحنة. شحنة البارحة كانت كلها مخصصة للأدوات الجراحية، وهي شحنة ممتازة جدا وتكفي لعلاج 100 وتكفي لإقامة 100 عملية جراحية، هذا شيء ممتاز ورائع. ولكن تبقى لديك الأدوية العامة وهي ما نسميها الأدوية الأساسية أو الاسينشال دراجز. هذه الاسينشال دراجز أو الأدوية الأساسية هذه لعامة السكان التي تعمل على التهابات الجهاز التنفسي، الجهاز المعوي، الإسهالات المائية الحادة، التهابات الأذن والأنف والحنجرة، العيون، مختلف أنواع الأمراض. هناك أقسام النساء والولادة الآن في تعز لا يوجد قسم واحد في المستشفى الجمهوري، بالإضافة إلى الأقسام الأخرى التي تعمل داخل المستشفى بشكل جزئي، أيضا أقول قسم القلب وقسم الطوارئ والعلاج الطبيعي لكن لا. كل هذا لو ظلينا نقول ما هي احتياجاتنا، نحن نقول
أننا بحاجة إلى كل شيء من الألف إلى الياء ليس معناه أننا من أن 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 انعدام نعم دكتور أن الأدوية تنعدم بشكل فطري، لا ليست بشكل فطري، ولكن هناك انعدام واضح. الحاجة ملحة لكل شيء، من أدوية أساسية إلى الأدوية التخصصية إلى المستلزمات الجراحية إلى الأطقم الطبية إلى الأطقم والجراحين المتخصصين. هذا باختصار. شكرا. نعم نعم شكرا لك دكتور عبد الرحيم السامع مدير مكتب الصحة في محافظة تعز. وبالعودة إلى الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة. دكتور، إذا ما تحدثنا عن الخطوات الحكومية في الجانب الصحي، إلى أي مدى يمكن القول أن ثمت خطوات بالفعل تقوم بها الحكومة في طريق الحد من تدهور الوضع الصحي، كذلك تقليص حجم الدمار الذي لحق بالمرافق والخدمات الصحية؟ حقيقة نحن في وزارة الصحة العامة والسكان مثلا تم قيادة الوزارة وبرعاية فخامة رئيس الجمهورية وبدعم من دولة رئيس الوزراء نحاول أننا نحافظ على النظام الصحي من الانهيار. أنت بتعرف أنه الميليشيات الانقلابية والجميع بيعرف أنها دمرت ما يزيد عن 55% من المنشآت الصحية، لم يعد شغال إلا 45% من المنشآت الصحية. الكادر الصحي منه من اعتقل، منه من قادر مرتقى، من هو من استشهد بسبب هذه الميليشيات. كثير من المرافق الصحية استخدمت الميليشيات سكنات عسكرية، هذا كله أثر سلبا على أداء وزارة الصحة. لكن مع ذلك نحن في وزارة الصحة العامة والسكان نحافظ وما زلنا وسنظل نحافظ على النظام الصحي من الانهيار بمساعدة ودعم كبير من الأشقاء في التحالف العربي من المملكة العربية السعودية، مركز الملك سلمان، الهلال الأحمر الإماراتي، الهلال الأحمر، جميعهم ساعدوا ويساعدوا النظام الصحي في البلد، وأيضا بالتعاون مع منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية واليونيسف والصليب الأحمر وجميع هذه المنظمات. نحن وهم خالقين شراكة، طبعا هم يقدموا لنا مساعدات ونحن بالتواصل مع مكاتبنا في المحافظات مع السلطات المحلية في جميع تلك المحافظات حتى المناطق التي هي تحت سيطرة الانقلاب نحن مسؤولين عليها ونوصل لها أدوية ومستلزمات طبية. أوصلنا أدوية للحديدة إلى صنعاء مثلا، مركز الأورام في صنعاء أوصلنا لهم أدوية، مراكز الغسيل الكلوي جميعها أوصلنا لهم محاليل وأدوية ومستلزمات طبية، لأننا نحن في السلطة الشرعية مسؤولون عن جميع أفراد الشعب. طيب، هذا التنسيق بينكم وبين المنظمات الدولية يشمل أيضا المناطق التي لا تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية أو لم تتحرر بعد؟ جميع المحافظات، جميع المناطق، جميع القرى في الجمهورية اليمنية نحن مسؤولون عليها، ونحن في مع مسؤولون مفهوم دكتور. مركز الملك سلمان في نحن طبعا في تنسيق وضحت بيننا وبين هذه الفكرة، لكن هل تشرفون على التنسيق بداخل هذه المديريات؟ بعض المناطق الذي لا نستطيع نحن نوكل مهامها الى المنظمات الدوليه مثل منظمه الصحه العالميه واليونيسف بالتنسيق معنا، نحن كسلطه شرعيه نوكل هذه المهام لها. إذن أشكرك وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوديدي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل محمد عبد المغني منتج الحلقة وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.